تحياتي ليك يا كابتن خالد ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. قمه الاهلي والزمالك انتهت بفوز النادي الاهلي، فوز كبير على نادي الزمالك. طبعا الكوارتر الاولاني 24 22، الكوارتر الثاني 37 38، الكوارتر الثالث 52 54، الكوارتر الرابع فوز النادي الاهلي 70 69. مدير الفني الخلوق كابتن طارق خيري بقول لك اهلا بيك على شقات الاهلي وتحياتي كابتن خالد وضيوفه، ومليون مبروك فوزك النهارده على الغريم التقليدي الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك وكل جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته والنشاط الرياضي واللعيبه. فوز مهم ان انت تبقى اول مجموعتك لوحدك على الاقل بعد الاسبوع الرابع. انا عارف ان في استوديو كابتن هاني والكابتن خالد، فلهم مني كل تقدير، اخواتي الكبار وعمرو مين؟ عمرو صاب. تحياتي ليه هو كمان. مباراة صعبة جدا، الكورتر الأولاني الأهلي كان فريق فيه، الثاني والثالث الزمالك فرق بس يعني بحاجات قليلة جدا، الكورتر الرابع بقى طالما النوايا سليمة هتكسب بإذن الله، في روح وفي إخلاص وفي حب بينكم ومن بعض ونيتكم سليمة، فزتوا النهاردة. دي من الحاجات اللي بعيد عن المكسب النهاردة، الحاجات اللي بتبسطني أنا شخصيا من زمايلي أو من القريبين مننا أو من زمايلنا المدربين القريبين مننا ومنهم هاني، ان احنا في حاله حلوه. يعني النهارده انت بتكسب برضو وانت في لعيبه مش في حالتها، اذا كانوا ما لعبوش او لعبوا، انك بتكسب فرقه موفقه، محترف كويس، عنده انس رجاله كويس، عنده عدد لعيبه كويسين وموفقين، وتكسب وانت على مدار الجيم عندك لسه لعيبه النهارده، يعني الجيم اللي فات احسن من الجيم ده، جيم سموحه كنا احسن، وتكسب ده جزء. انا شخصيا يعني دايما بنتكلم ان بعيد عن الجزء الفني في جزء ما فيهوش ظلم، وجزء فيه نيه، في جزء تعامل مع اللعيبه ان هي بتحبك قوي، فانت عايزه تكسب علشانك، زي ما انت شايف الروح شكلها عامله ازاي لحد اخر لحظه، دي حاجه بتبسطني يعني الناس تتكلم ان النيه بتاعت الفرقه كويسه. اربع فوز نمسك الخشب، اربع فوز متتالي الحمد لله، النادي الاهلي عينه على اللقب. أكيد إحنا كل سنة عينينا على اللقب، بنتمنى التوفيق، بنتمنى يبقى ربنا يبعدنا عن الإصابات زي الفترة اللي جت بعد تصفيات المنطقة الخامسة، كانت إصابات كتير قوي. دلوقتي أنا الحمد لله بنكمل أربعة مكسب، ده إحنا دايماً عارف النادي الأهلي أغلبية محاضراتنا أو أعظم معظم محاضراتنا بداية الكلام إن التارجت النادي الأهلي ما بيقبلش، أنت مش هتاخد مكافأة لو خدت تاني ملوش قيمة، ده أنت بتغرزه مع اللعيبة القديمة أو الجديدة أو هم في اجتماعاتهم مع بعض. امبارح عاملين اجتماع هم مع بعض، انا سامع صوتهم من الاوضه واحنا معسكرين، صوتهم عالي، ما نخسرش، بتلعب زمالك، اهلي وزمالك، ده لازم تبسط الجمهور بتاعك على قد ما تقدر، نتمنى ان الجمهور راضي عن الفرقه، نتمنى نمشي بالتوفيق او ناخد الدور ده على الاقل قبل ما يحصل توقف للدوري في الاسبوعين اللي في النص، تطلع اول او بدون هزيمه، نتمنى ان شاء الله ده. الزميل شريف شعبان ان شاء الله، الزميل شريف شعبان وقاعد بتقرا ايات قرانيه وناقص 15 ثواني 20 ثانيه. انا عندي كابتن طاهر رجب لما بيشوفها بيقول في المدرجات، هي طالما موجوده هو بيحس ان في طمانينه نوعا ما، ربنا يبارك لنا فيها، وهي بتقعد على طول ربنا يبارك لنا فيها. شريف عاوزين نسال، اتفضل يا كابتن خالي. اولا بارك لي كابتن طارق خيري، قول له الف مبروك، مباراه جيده الحمد لله، انتهى اللقاء بالفوز وتصدره لدوري السوبر للمرحله الرابعه او في الاسبوع الرابع. عايزين بس نسال كابتن طارق خيري، المباراه اللي جايه اللي خلاص عدى ده تاريخ، انتهى المباراه، لكن نجومنا النهارده مش مطمنيننا، مش يعني مش قادرين، حاسين هم اقل من المستوى، ايه اللي حصل يطمنا على المرحله الجايه؟ عندنا بطوله افريقيا قريب جدا، كل جماهير النادي الاهلي عايزه تطمن على المرحله الجايه ان شاء الله بالنسبه لفريق كره السله في النادي الاهلي. طبعا هو كان بيبارك لك كابتن خالد العوضي وانت ما سلمتش عليه. حبيبي يا كابتن خالد سامحني، سلمني على ضيوفك، انت الاساس حبيبي. حبيبي يا طارق. عندك البطوله الافريقيه جايه وعندك بقيه دوري السوبر، وانت زي وانت حضرتك قلت برضو في ناس ما ظهرتش بالمستوى اللي يعني اللي طمنا، يعني مطمئن على مرحلة مقبلة وباذن الله قادرين على باذن الله حسم اللقب، وباذن الله كمان قادرين على حصول على بطولة افريقيا.
ان شاء الله ده هدف لينا كلنا، احنا كلنا شغالين عليه من ساعه تصفيات المنطقه الخامسه. حته ان اللعيبه جوه الجيم ممكن تبقى مش في مستواها على فترات دي وتكسب، انا دي مطمني لان اللعيبه دي خبراتها عاليه جدا. تخيل لو انت كمان موفق زياده عن اللزوم، مش عايز اجيب اذكار اسماء ان انا ما بقاش في شده، لو هم في توفيقهم العادي 50% انت تكسب النهارده جيم في الاخر مرتاح. ده تارجت لينا افريقيا، احنا زي على قد ما بنقدر بنلعب على حسب الجيم. لو الجيم ايزي او الجيم النهارده لعب بال 12 لعيب، في ناس بتاخد قليل وفي ناس بتاخد كتير، بس في الاخر مجمل ناس كتير بتلعب. الجيم ده برغوته ظهر بشكل كويس، بقى له فتره ما بيشاركش، دي حاجه كويسه. عندي سيف مصاب، بشكر برغوته والعدلي على ان هم شايلين البوزيشن ده. دي من مكاسب الفرقه، ان انت اي حد زي في دوري المرتبط، تكسب دوري المرتبط ناس مش موفقه، وعندك رامي والجمال كانوا مصابين، دي حاجه تتحسب ليهم. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمهم ان شاء الله ونكمل نكلم عمر الفتره الجايه بالشكل ده. مليون مبروك يا كابتن، وباذن الله باذن الله يكون البطوله من نصيبك باذن الله، علشان انت مدرب خلوق وتستاهل كل خير ان شاء الله. واشكرك وانا بتفائل بيك كل ما كل جيم والله. لا شكرا شكرا ان شاء الله ان شاء الله.